يبقى النظام السوري هو يبقى نظام دموي، ومن يمد يده لهذا النظام أعتقد أنه قد يشارك في الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا وأهلنا في سوريا. So again, as I said, the regime is there to stay. None of us are talking to each other on what should be a narrative or a dialogue.